الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. هنا الداء، هنا الشك الذي وصفوا، هنا شيء على النهدين مختلف. ولكن أيها الآسي، أكان يخاتل الورم ويخفي تحته الألم؟ أنا والله ضائعة، أعلم ذاك أم حلم؟ ترفغ أيها الآسي بأعصابي بأيامي بآلامي، وقل لي ما هو العمل، وهل من بعده أمل، وهل يجنو بي الأجل، فلأغدو غدا أما ويغزو الموت أحلامي. مشاهدينا الفاضل عبر قناة طيبة الفضائية، ومستمعينا الأماجد عبر إذاعة طيبة FM 103، سلام من الله عليكم. ها نحن نحييكم في أكتوبر الوردي، أكتوبر شهر التوعية بأورام الثدي. نسعد وتتشرف طيبة بذلك أن يكون في معيتنا دكتورة بثينة مامون علي، اختصاص الجرحى العامة وجراحة الثدي، الطبيبة بالمستشفى الأكاديمي. أهلا ومرحبا بك بثينة. أهلا دكتور محمد زين، نرحب بكل الشعب السوداني والمرأة السودانية على كل المجالات، ونتمنى أن نقدم معلومات واضحة ومبسطة وتفيد أمهاتنا كلهم إن شاء الله. كما أيضا نحن نسعد كذلك أن تكون في معيتنا وحضرتنا دكتورة نجلاء سعد عثمان، اختصاصي الأورام بمستشفى الزرة. أهلا ومرحبا بك دكتورة نجلاء. أهلا ومرحبا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن نقدم معلومات مفيدة وشاملة وتنفع كل النساء وبعض الرجال طبعا، وحلقة موفرة إن شاء الله. ان شاء الله. لا انا متاكد انه الحلقه دي خفيفه الظل، انتم مستجمين وصحبات وعلاقتكم معنا كويسه، فان شاء الله الحلقه حتطلع متميزه والمشاهد حيستفيد منها استفاده قصوى. في حلقتنا بوجه الله سبحانه وتعالى نناقش اليوم التركيب التشريحي للثدي واكثر الالتهابات واكثر الامراض والاورام شيوعا وما يتعلق بها. نركز على حجر الزاويه وهو التوعيه والكشف المبكر. دكتورة نجلاء، خلينا نقول عن التركيب الثدي من ناحية تشريحية، وما حسابك انت بتتكلم في حضرة استاذ مساعد في التشريح؟ طيب، الثدي هو بيتكون من قدد لبنية وقنوات لبنية، وبترتبط مع بعض بأنسجة دهنية. الأنسجة الدهنية دي كميتها بتكون كبيرة عند النساء، والكمية بتكون أقل عند الرجال. الثدي بيقوم بفرز الهرمون الاستروجين، وطبعا هو الثدي اصلا وظيفته الاساسيه افراز اللبن اثناء الرضاعه وكده. فبعض بعض الامهات اثناء مثلا الرضاعه او كده افراز الاستروجين بكميه كبيره وكده، بتحصل بعض الالتهابات والالام وكده، ممكن نتكلم عنها أيوة. دكتور بوسينة دارة تقولي حاجة في بس كان صورة توضيحية، يعني ممكن نشوف ان احنا الصورة التوضيحية بشكل الثدي فورتين كده بتاع التشريح، ممكن اذا ما انتجهز ان احنا ممكن نعلق على، لكن نخلي اخواننا في الكنترول بيعرضوا لنا. كنا نحن في محطة خارجية استطلعنا عينة عشوائية من المشاهدين، فدارين نشوف رأي الناس برا بيعرفوا شنو عن سرطان الثدي ومعالجته وأسبابه. فأبقوا معنا مشاهدي الأفاضل. سمح العافية. والله طبعا مرض السرطان ده هو مرض يصيب الرجال والنساء، والناس هنا هي بتتخوف منه، لكن الإنسان إذا كان قدم نفسه في وقت متبكر يمكن منه شفاء 100%. مرض السرطان الثدي اول مرض بيصيب النساء صافه دون الرجال، وعنده علاج، عنده علاج، والوقايه طبعا خير من العلاج. السرطان الثدي ده بيجي من الممارسات الخاطئه بتاعت الملابس، و يعني تداول الملابس بين الناس وكذا، وتخيل هو مرض وراثي. هو مرض الثدي ده بيصيب النساء بصفة كبيرة، لكن الرجال برضه في نسبة بسيطة انه بصيب الرجال برضه. سرطان الثدي ده يعني غالبية بيمسك النساء، ومرات بيكون بنسب بسيطة بصيب الرجال، يعني ظهرت فترة انه اصاب رجل وكانت حالة نادرة. اما النساء يعني دائما انا شيل بعرفه انه بيصيبهم مثلا عن طريق مثلا اغلب النساء واحدة لما تيجي تفطم الطفل بيحصل تحجر في الثدي، بعد ذاك التحجر ده بيتحول لورم خبيث،
بعد ذاك لو اكتشف بدري وتعالج بدري واستأصل السدي يعني ما ممكن اقول لك يتعالج، لكن ممكن شنو فترة الحضانة بتاعته ممكن تكون طويلة وتعيش فترة طويلة من العمر لو ربنا كتب العمر للإنسان. هو طبيعة الحال انه المرض ده اصلا هو خاص بالنساء، لكن القريب في الامر انه في السودان هنا الان بقى كارثة. انا واحد من الناس عندي اضرار منه اسرية في الفترة اللي فاتت في خلال السنة دي، عندنا زوجة اخونا توفت بهذا المرض يعني. والعلاج اللي فيه علاج ما يعني ما 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 حاجة كافية، بيعملوا لك العملية بعد ذاك بيظل المرض موجود، يبقى انه الاطباء ذاتهم ما امينين تجاه الحاجة دي. ما دام اصلا ما في علاج يبقى انه الحاجة اللي بتاعة نسميها انه نقول المكمدات اللي الطبية اللي بتتعامل تجاه المرض ده هي ما كافية، لانه انت تاخذ من الزول مبالغ مالية طائلة. بعرف انه مرض خطير وبيصيب النساء، وطبعا لو اتأخر فترة طويلة بيكون صعب يتعالج شوية نتيجة للإهمال. سرطان الثدي هو خلايا في الجسم، أساسا السرطان ده وجود في جسم ابن آدم، خلايا سرطانية مجرد ما تتهيجه بتقوم. يصيب نساء بس ولا نساء ورجال؟ نساء ورجال. لا الثدي ما بصيب ده للنساء، بصيب النساء. بيقولوا حسب ما سمعت بيقولوا من لبس الأشياء الضيقة يعني دايما بيجي دي من بعض الأسباب، لكن بعض الأسباب الثانية ما عارفة والله عنها حاجة. دي الحاجة اللي عرفت عنها. بيقول عنده علاج لو بدأ في البداية بيستأصلوا الثدي وبالكيماوي. مرض كعب مرض خطير جدا جدا، سمعنا به كثير. هل بيصيب لا 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 شاي على النساء بس. سمح العافية. سمح العافية. عدنا والعود أحمد. أنا بشكر كل الذين شاركوا في الاستطلاع والفريق الذي خرج لهذا الاستطلاع، كان رأي مهم جدا جدا وتباينت فيه الآراء. أنا عايزكم أنتوا المعلومة الصحيحة تأكدوا عليها، والمعلومة اللي عايزة تصحيح ينبغي نحن في برنامج بتاع التوعية أن نصحح. دكتورة بوسينة، الناس المختلفين في قضية يصيب النساء والرجال، ماذا أنت قائلة؟ هو بيصيب النساء والرجال، واحد في المية إلى اثنين في المية من نسبة سرطانات الثدي تصيب الرجال، فمعلومة خاطئة إن هو مرض للنساء فقط. يعني هو ما نسائي بقى. يصيب الرجال. يصيب الرجال. بنسبة بسيطة يعني كل 2% للرجال ما نسبة يعني، فهو يصيب الرجال. دي معلومة خاطئة، يصيب الرجال يعني. عايز تصحيح. تصحيح. الدكتورة نجلاء يتحدثون أن واحدة من الإصابات واحدة من الأسباب الملابس الضيقة والملابس القديمة وكذا، ماذا أنت قايل؟ والله ما في علاقة بين اللبس الضيق واللبس القديم والمشاركة اللبس ونوعية اللبس وكذا، ما عنده علاقة بالمرض، لأنه المرض أسبابه أو العوامل اللي بتساعد في ظهوره ما عنده علاقة باللبس وبالحاجات كده يعني. بعدين دكتور حسين المستطلع رقم 6 قال كلام واضح للجراحين، انت بتاكلوا قروش الناس والموضوع ده ما عنده علاج وبتبدوا مكمدات. انا عايزك انت ترد على جميع النبيل. طبعا قبل ما نرد عليه، في النهاية السرطان ده عبارة عن الجسم بيكون في انقسام وخلايا، الخلايا بتكون بصورة منتظمة انقسامها وشكلها، فبيحصل اختلاف أو اختلال في الخلية، فهي بتجي الخلية السرطانية. فهو السرطان هو ما يوجد في الجسم، هو نقول اختلاف في يعني زي تنظيم الخلايا أو كده اختلف. كويس. بنقول بالنسبة للعلاج، فإحنا بنقول دائما المعلومة اللي بنقولها إنه كل قصة بتختلف عن الثانية، وكل مريض بيختلف عن الثاني لحاجات لعوامل متعددة. فنحن نقسم المرض ده لمراحل، بنقول في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية نسبة الشفاء بتصل 97% ل100%. المرحلة الثالثة هي مرحلة نسبة الشفاء بتقل فيها لعوامل أخرى. المرحلة الرابعة هي مرحلة ما فيها علاج، اللي هو عبارة عن علاج تلطيفي، يكون المريض اصلا في المرحله الرابعه. فدائما الانسان ما يشيل يشيل انه السرطان ممكن المريض يكون جاء في المرحله الرابعه العلاج بالنسبه له كان تلطيفي فقط، او يكون جاء في المرحله الثالثه العلاج كان هو انت بتحاول تسيطر على المرض لكن اصلا المرض شويه طلع من دائره السيطره. فعشان كده في كل مريض يعني بنتمنى الشعب السوداني ما يشيل قصه كل عيان للثاني. وعندنا احنا كميه من الناجيات، لكن انتوا واجهتوا من الخطا في انه ممكن تملكوا الزول، يا جماعه الزول بتاع المرحله الرابعه ده مساله وقت بس،
ما انتم ده تكون جزء من الخطا. طبعا الشعب السوداني دائما الطبيب بيكون هو واضح مع مريضه ومرافقه، لكن الشعب السوداني ده واحده من اخلاقيات المهنه، اخلاقيات المهنه، ولازم تكون انت واضح مع المريض عشان يكون هو عارف الحاصل شنو، او حتى المرافقين يكون عارفين نسبه الشفاء، الفائده من العلاج كده. لكن دائما المريض او المرافقين ما بملكوا المعلومه للمرافقين على الدرجه الثانيه او الثالثه، بحيث انه في برضه في ناس عندهم السرطان زي سوشيال ستيغما كده، يعني بيحاول يدسوه او يغطغطوا عليه او ما بده المعلومات كافيه. لكن ده في النهايه انا حاجه شخصيه، انا ما بقدر في النهايه حاجه شخصيه، لكن اي زول يشيل المعلومه بحسب ما هي ما حصلت له يعني، وكل مريض بيختلف عن المريض الثاني. تمام. اذا مشاهدينا الافاضل ابقوا معنا، فاصل ونواصل ان شاء الله. سمح العافيه عدنا والعود احمد، ونواصل من قطع من حديث دكتور نجلي. كنا تكلمنا وعايزين الان نتكلم للمشاهد بلغه مبسطه جدا، يعني شنو سرطان في حد ذاته، ونعرف معاه طوال سرطان الثدي. طيب السرطان هو عباره عن زياده كبيره في الخلايا بالنسبه للثدي. اصلا الخلايا بتكون يعني التكاثر بتاعها بيكون منظم بجينات معينه بتنظم التكاثر ده، فبيحدث انه في مرحله من مراحل العمر او مرحله بالنسبه للسيده المعينه بيحصل ميوتيشن او خلل في الجين اللي بيقوم بتنظيم تكاثر الخلايا. بعد ذلك بيقوم بتحصل زياده كبيره جدا في تكاثر الخلايا دي، بتكون لنا ما يسمى بالسرطان. بالنسبه لسرطان الثدي في عوامل كثيرة جدا بتساعد في انه يحصل لي الخلل ده وتتكون الخلايا السرطانية دي. من بين العوامل دي يعني او اهمها العمر، كل ما يعني العمر من 40 فما فوق بتكون النسبة عالية لانه السيدة تصاب بسرطان الثدي. الحاجة الثانية قلنا الوراثة او الجينات، في بعض الاسر او بعض النساء عندهم قابلية اكبر جينيا لانه يحصل لهم الخلل الجيني ده ويتكون الورم او الزياده في الخلايا اللي هو بما نحن بنسميه الخلايا السرطانيه. يعني لو في اسره واحده من البنات ظهر لها اخوات الثانيات لازم دي تكون حريصه جدا على الكشف الذاتي والكشف الدوري، لانه نسبه الاصابه عندهم بتكون يعني عاليه بالنسبه للاشخاص الاخرين او الاسر الاخرى. وفي بعض السرطانات مرتبطه مع بعض، يعني مثلا سرطان القولون مع سرطان الثدي مع سرطان البنكرياس عندهم جين معين ممكن يحصل فيه خلل. يعني حتى لو اسرتك القريبه حصل فيها واحد من انواع السرطان دي، النساء تكون حريصه على الكشف الدوري والكشف الشهري الذاتي للثدي. واحده من الاسباب الاخرى او العوامل اللي بتزيد من الاصابه بسرطان الثدي السمنه، وبعد ذلك بتجي زيادة الوزن. بعد ذلك بيجي عدم الحمل والولادة، يعني عدم الرضاعة الطبيعية دي واحدة من الأسباب اللي بتزيد سرطان الثدي، أو الحمل في سن متأخرة، يعني الأول حمل يكون في سن متأخرة دي برضو من الأسباب اللي بتزيد من سرطان الثدي. عندنا تاني بعض النساء بياخدوا الهرمونات العلاجية في حالة انقطاع الدورة الشهرية مثلا في وقت مبكر، او للمحافظة على صحة العظام وكده بعد انقطاع الدورة الشهرية، دي برضو واحدة من الاسباب. الهرمون الاستروجين ده بيزيد لي النسبة بتاعت الاصابة بسرطان الثدي. تاني في طبعا الاكل الصحي والرياضة والحاجات دي طبعا داخلة في كل الامراض انها بيزيد من نسبة الاصابة بالامراض. طيب في جزئية انت ذكرتيها الان، مسألة تناول حبوب منع الحمل، هل لها علاقة بسرطان الثدي؟ برضو عندها علاقة بسرطان الثدي، يعني بالذات اذا اخذوها لفتره طويله. لكن طبعا احنا هنا في السودان ما عندنا دراسات يعني بتثبت كل العوامل ان احنا حتى الفحص الجيني ده احنا ما متوفر عندنا. في بعض العيانين اللي بيمشوا خارج السودان واذا عملوا لهم الفحص الجيني ممكن يطلع بوزيتيف وكده، لكن احنا ما عندنا دراسات معموله على الحالات دي وكده، فبناخد بالدراسات اللي اصلا معموله عالميا. لكن الوراثية دي يعني كثير من النساء عندهم السرطان بيكون يعني تلقي عندها بنت خالتها اخوتها كده عندها الاسر الممتدة كلها. ايوه. في حاجة تانية بسيطة انه نذكرها، انه سرطان الثدي ده يمثل تقريبا 25% من نوع السرطان بيصيب النساء في السودان. من انواع السرطانات كلها. كلها ايوه. ومعاه سرطان عنق الرحم، الاثنين بيمثلوا 50% من انواع السرطانات اللي بتصيب النساء في السودان. طبعا دي نسبه كبيره جدا، انه نص انواع السرطان
تكون لنوعين، ويعني نحن بنقدر انه مثلا نمنعهم او نخليهم يجوا في مراحل اولى او كده. ف يعني حاجة يعني مخجلة انه يكون 70% من الحالات اللي بتصلنا في المستشفى بيجوا في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. ما واحدة من مشاكلنا نحن مجتمع محافظ، والمحافظة لا تعني انه احنا نكون المسألة اللي متعلقة بمنطقة حساسة ناس يتأخروا في التبليغ عنها، دي أيوة. اكبر مشكلة بتواجهنا. لكن نفس في العالم برا يعني 70% دي بيجت العكس، انهم بيجوا في المرحلة الاولى والمرحلة الثانية. تقريبا سرطان عنق الرحم في العالم بيجي غير يعني موجود. ما موجود ايوه، عشان لكن احنا يعني بنعاني من انه 70% بيجوا اصلا متاخرين، عشان كده زي ما قال الاخ الأوان. ايوه انه العلاج بيكون ما منه فايده كبيره وكده، وتمسكوا بالزول زمن بس. ايوه هو دي الرساله اللي قالها، لكن اظن انا هو قاصد ناس نجدل، ما قاصد ناس الاورام. طيب يا قاصد ناس بوسينا من هم الاكثر عرضه للاصابه بالسرطان الثدي؟ دكتورة نجدة قالت كل الناس اللي هم أكثر عرضة. إحنا نقول كل مرأة فوق الأربعين هي أكثر عرضة. عدم طبعا عدم وجود الأطفال برضو أكثر عرضة، اللي بتأخذ هرمونات علاج هرموني اللي هو زي ما قالت نجدة كلها ذكرتها، هي موانع الحمل والأستروجين كهرمون. بيكون عندها يعني تاريخ مرضي في الأسرة برضو هي أكثر عرضة. الدراسات الثانية هي السمنة والتدخين. التدخين اي الكويس انه في السودان ما النساء لا يدخنن برضه، دي واحده من الحاجات كويسه ماشي والكتب. في زياده ها ماشي النسبه ماشي في زياده النسبه ماشي في زياده هل في دراسات الان وانتم ناشطات ومهتمه جدا جدا بالتوعيه بسرطان الثدي، هل في دراسه الان عملت على الاسباب؟ انا دار اتكلم عن الاسباب بالنسبه للسودانيات. ما في دراسه محدده اتعملت في الاسباب دي، ما في دراسه. طب نوعية الغذاء مربوطة للمرضى اللي بيجونا، يعني يمكن اغلب العوامل لما نطبقها عليهم بنشوف انها هي يعني بتنطبق. طيب نسمع التليفون عشان احنا كلنا جايين هنا عشان المشاهدين ومستمعينا في طيبة. الو يا حسان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا بنحييكم من حي نسنير الابيض، تفضل يا حسان طوالي. مرحبا. طبعا بحيي الدكتورة نجلاء و الدكتورة المعابسي بوسينة، ما أعرفه يعني بوسينة التحية ليها. بس أنا بزعل يعني دكتورة بوسينة ونجياء، في الثمانينات هل المرض هذا كان يعني موجود بكثرة أم لا؟ يعني الآن الأدوية والمبيد في الغذاء يعني هل له أثر مع سرطان الثدي؟ ويعني بعد ما نشيل سرطان الثدي يعني ماذا الإنسان يكون يعني متألم؟ يعني ما في يعني دواء يعني يشيل يعني يشيل المرض يعني خالص من الإنسان. والتحية لكم يا أخي. الله يبارك فيكم، وإن شاء الله نحن في الحلقة الجاية نعمل لغة مع ناجيات، يعني زول تقول يا جماعه انا والله كنت مصاب وبقيت كويسه، عشان الناس وصلوا لقناعه في انه المساله دي ما منها علاج. طيب ممكن نعقب على علي حسان مباشره، على الاخ حسان. زي ما قال الدكتور نجدة يعني الصورة المبسطة للسرطان انه يعني زي ما انت تكون عندك بيت فيه قواعد وقوانين، في فترة القواعد والقوانين تختل فبيحصل فوضى. ده ابسط شيء في معلومة السرطان. فهو جسم الانسان بيكون ماشي بقواعد وقوانين ففجأة بتختل، كويس. فالسبب في السرطان هو مثلا زي الملاريا مثلا، يعني الزول بباعوضة اتنقل البراسايت اصابته ملاريا، ده اختلال في التكوين الداخلي بتاع الخلية. كل العوامل هي عوامل مؤثرة لكن ما مسببة. مثلا ممكن تجيك سيدة تتواجد كل العوامل، يعني تكون ما عندها أطفال، ما كل العوامل تكون متواجدة فيها لكن ما تصاب، كويس. فهي نحن بنقول أكثر عرضة، لكن أنا مثلا بأكد الزوج مثلا جاته دخل البراسايت بتاع الملاريا حتجيه ملاريا. أيوة. لكن الناس دي نحن بنقول الناس الأكثر عرضة، اللي هم أكثر عرضة بيحتاجوا إنهم يكون عندهم كشف دوري وكشف ذاتي وكده، جسمهم قابل للاصابه بالسرطان. قابل. طيب نسمع احمد بنكرر وبعدين نواصل. اوكي. الو السلام عليكم. سبحان الله الحلقه متعلقه بسرطان الثدي ولكن المتصل رجال خايفين على نسوانه. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. احمد نحن بنحييك ونحيي العسكري كله، تفضل. معكم احمد الحافظ سليمان تأمل الثوره الحاره 76 محليه السرري. تمام، تفضل يا احمد. قناه طيبه
شقت طريقها نحو القمه بالاداء المغنع وطارت اسم شامخ حتى فات في غنطجه بمثابه مارك مسجل للجوده. الله يبارك برامجها تنفذ الى الاعماق ومفيده من الالف الى الياء، والاسر تتحلق حول التلفاز والراديو للاستفاده من البرامج. التحيه لك دكتور محمد، وتحيه لضيوف الحلقه دكتور بسين مامون علي ودكتور نجلاء سعد عثمان، ربنا يديكم الصحه والعافيه. ونحن بنحييك انت برضه. السؤال الاول، تطرأ على الثدي تغيرات كثيرة خلال المراحل المختلفة من عمر المرأة خاصة خلال الدورة الشهرية، وتتمثل تلك التغيرات في كبر حجم الثدي وصاحب ذلك ألم في بعض الأحيان أو في وجود كتل صغيرة الحجم. هل هذه التغيرات ترتبط بالهرمونات التي تنظم الدورة الشهرية أم تغيرات فسيولوجية أم أورام حميدة أم أورام سرطانية؟ سلطوا لنا الضوء. السؤال الثاني، لم يتوصل العلماء بعد الى ايجاد علاج جذري ونهائي لسرطان الثدي، على الرغم من ذلك فان معدلات النجاة من هذا المرض في ارتفاع مستمر ويشيع في النفوس امالا كبرى. ما هي اخر تقليعه في عالم ادويه علاج سرطان الثدي، علما بان الادويه التقليديه المعتمده في علاج السرطان لا تعرف بين الخلايا السليمه والخلايا المريضه، مما يؤدي الى تدميرها كلها ومعاناه المريض من الاثار الجانبيه مثل الغيطان، فقدان الشعر، الارهاق، ضعف جهاز المناعه. هل هناك ادويه جديده قادره على استهداف الخلايا السرطانيه من دون ان تؤذي الخلايا السليمه؟ السؤال الاخير ومهم جدا ده من جارتنا، من اهم طريقه لتفادي التهاب الثدي بعد الولاده مباشره هو تفادي احتقان الثدي بالحليب، ولكن في حاله وجود حليب فائد على حاجه الرضيع ماذا تصنع؟ شكرا جزيلا. أحمد الحافظ سليمان، تأمل الثورة الحارة 76 محلية كرري. شكرا أحمد، تأمل أنت زول مثقف ثقافة عالية جدا ومستغل برنامج وزول مرتب ومهيأ. تمام، نسمع تليفون ثاني. طيب أيوه. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته، تفضلي. جمعة مبارك عليك. وجمعة مبارك عليكم أنتم برضه. وبحيي الدكاترة وبحيي كل الناس عاملين في القناة. نحن بنحييك الحنان وبنحيي مدني كلها، مدني الجمال. تفضلي. طبعا انا صراحه موضوع مهم السيدات بالاخص، يعني لكن انا اتجاه الى عديدة. السؤال الاول، واحد، السرطان بتاع الثدي بيمسك المرأة في كم عمر؟ ده السؤال نمرة واحد. السؤال نمرة واحد الثاني، وانت تتكلمي بالموبايل بعيد من التلفزيون عشان نقدر نسمعك. انا بعيد من التلفزيون. يلا كده ارفع لي صوتك. ها، السؤال نمرة واحد. ايوه، المرأة بتمسك السرطان في عمر، في كم عمر؟ إذا عمر معين بتمسك كثير كثير، ده نمرة واحد. تمام. نمرة اثنين، لما المرأة تمشي تعمل الفحوصات، هل بيوروها، هل بيوروها الناس فيه ولا بيوروها لزلمة من أفراد الأسرة؟ تمام. نمرة ثلاثة، هل الأسرة بتتعامل معاه كيف؟ بتتعامل مع الإنسان بتاع سرطان الثدي كيف؟ وكل ما كان الإنسان فحص بدري واكتشف بدري، بعالج بدري. احسن من اجي متاخر وبعدين تبقى في تعرفها. بعدك السؤال الاخير، ايوه، في ناس بيحصل لهم انتكاسه من سرطان الثدي، انا دائما بسمع الانتكاسه ده شنو؟ شكرا جزيلا. ان شاء الله. شكرا لك يا حنان من مدني، وحنان اسئلتك واضحه ومن صميم وصلب مواضيعنا التي ستناقش في هذه الحلقه. لكن خلينا نبدا بالترتيب. قبل كنا بنتكلم عن من هو الاكثر اصابه، وانت كنت قادر تكملي لحسان من النيل الابيض. فنحن بنقول فهي الاكثر اصابه، هي بنقول الناس اللي ممكن تكون يحصل هم اكثر نسبه يحصل اختلال في تنظيم الخلايا دي. فمع مع التطور الحاصل الحقيقه احنا نقول كارسينوجينيك، يعني بقت كثيره في مثلا المسرطنه، المواد المسرطنه، فدي كلها اضافت، بتكون اضافه زياده، يعني زياده عن انه التنظيم الرباني ده يقوم يختله، فده السبب بتاع السرطان. لانه سؤاله كان مباشر، هل من علاقه ما بين طبيعه الاغذيه والسرطان الثدي؟ طبعا الاغذيه المعلبه والكده فيها يعني فيها مواد مسرطنه، الناس اللي المبيدات، الحاجات كلها هي الحاجات الكيميائيه ممكن يعني ما ضروري تكون سرطان الثدي كحد، لكن كل السرطانات اختلال، نرجع نقول اختلال في الخليه في وضعها الطبيعي نتيجه لحاجات تدخلت عليها. طيب تبقى في سؤال ثاني انا عشان مكمل للكلام ده، قال لك الثمانينات كان ما في سرطانات منتشره كده، والان انت بتتكلم عن طبيعه الغذاء، الناس اللي اكلوا في الثمانينات ما اكلوا في التسعينات وفي الالفين. ها والله بالنسبه للسؤال ده انا في رايي انه في الثمانينات احتمال يعني الشخص اللي كان بيصاب بنوع معين من السرطان ما بيمشي يبحث عن العلاج،
وما بتشخص، عشان كده ما كان ما بتعرف انه هل وما كان في جهه احصائيه ذات وقع عشان تدري جافي، وما في دراسات وما في احصاءات، فنحن ما بنقدر يعني نحكم نجزم على الفتره ديك انه هل بسبب الغذاء، يعني لانه اذا العوامل دي الانسان بيحتاج كم عامل مع بعض يتلاقوا عشان بعد ذاك يحصل له يجوا مرض السرطان وكده، فما بنقدر نقرر انه الغذاء براه هو السبب يعني في انه يحصل سرطان، لكن يمكن هسه عشان استعمال المبيدات زي ما قال دكتور ابو سينا طبيعه ذاتها تغيرت، استعمال السمادات الاسمده في الزراعه وكده دي تكون غيرت والله. تبدا في مشكله في انه بعد شويه الناس حياكلوا شنو، لانه الناس اذا اتجهوا للاشياء حتى الخضروات والفواكه الان الانتاجيه عاليه وتاخذ مسمدات كيماويه واسمده وغيره والمعالجات كثيره جدا، الا الناس كل زول يزرع له حاجه كده في بيته عشان يكون مطمن. دكتور ابو سينا لحد ما دكتوره هند مامون بحيري تخش علينا بالتلفون، خلينا نتكلم احمد من كرر يتكلم عن تغيرات مصاحبه للدوره. التغيرات دي طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ التغيرات المصاحبه للدوره هي تغيرات طبيعيه، ممكن يكون في الم يكون معها، هو نحن بنقول الم دوري يعني عنده علاقه بالدوره الشهريه، واثناء التغيرات ذات اثناء البلوغ هو كان سالم من التغيرات اثناء البلوغ، هي تغيرات نتيجه لتاثير السدي بالهرمونات، التغير في الهرمونات هرمونات الشهريه تديك هي تغيرات، منها الم ممكن زياده في الحجم كده، دي كلها تغيرات طبيعيه ما منها خوف يعني بألم وبمشاكل دي مسألة عادية. مثلا لو جاتني مريضة عندها ألم له علاقة بالدورة الشهرية، يعني أول أنا كطبيب بكون مرتاح تماما، دي ألم علاقة يعني دوري عنده علاقة بالهرمونات، ما يعني حتى لو رسلتها لصورة أو كده بكون متأكدة تماما إنه الصورة حتكون نظيفة، بس اطمئنان لا أكثر، فهي الألم الدوري ده ما فيه مشكلة. دكتورة نجاة أحمد تأمل تكلم كلام علمي وجميل جدا جدا، وفي جزء بتاع لا يوجد علاج جذري وعندكم دواء ما بأثر، هو قال الآن في العلاج ده بأثر على الخلايا السليمة والغير سليمة، ما مدى صحة هذا الادعاء؟ هو طبعا العلاج زي أي علاج، حتى المضاد الحيوي أنت إذا أخذت مضاد حيوي بتتوقع أنه تحصل لك أثار جانبية من أخذ العلاج، فما بالك بأنه علاج كيماوي وكده. العلاج فعلا بيصيب الخلايا السرطانية وبيصيب جزء من الخلايا السليمة، عشان كده بتظهر لنا الأعراض جانبية للعلاجات الكيماوية والإشعاعية، لكن كلها عندها علاجات، نحن بنتابع المريض أول بأول مع كل دورة مع كل جرعة كيماوية، وإذا حصلت له أي مضاعفات يعني بنوعي المريض إنه العلاج ده حيعمل ليك مضاعفات ابتداء من الطمام والاستفراغ والحمى والفتور نزول الشعر، كل الحاجات دي احنا بنشرحها للمريض. والله مضاعفكم كمان خطيره خير من الناس ابو سيدي، انتوا تحتوا حتى شعر الحواجب بعد يرجع احسن حتى شعر الحواجب ذاته بتحطوا فالمريض بيكون عارف كل الاثار الجانبيه، وبنوريه انه اذا بتظهر لك في اليوم الكذا من الجرعه ولازم تجي تراجع عندنا، حاليا في حوادث افتتحت وكل المرضى بتحصل لهم مضاعفات بيجوا الحوادث. بالنسبه لانه كلامه عن انه العلاج غير جذري، العلاج ده بيعتمد على المرحله اللي فيها المريض، يعني المريض هو اللي بيحدد اذا هو بعد ذاك علاجه بيكون علاج جذري او علاج غير جذري. العيانين اللي بيجونا في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه، حتى في بعض المرحله الاولى اللي هي تي 1 دي الاقل من 2 سنتيمتر، حتى نحن ديل ما بنديهم علاج كيماوي، لكن حقيقه ما قاعدين نشوفهم، يعني ما يمكن انا في طول فتره شغلي دي نادر نيجوا ايوه وهم ديل الناس اللي بيجوا هسه بالسودان بيجوا في المرحله الاولى دي حتى 2 سنتيمتر ما بيحسوا الورم، اول ما السيده تحس بورم بسيط جدا في الثدي بتمشي اقرب مركز صحي ليها او كده بتكشف وبتتاخذ منه عينه، اذا طلع انه ورم غير حميد بيتشال جراحيا وبعد ذلك بتكون في متابعه مستمره. المساله سهله ويسير جدا، لكن الشخص بحد ذاته بعدم تبليغه هو بصعبه في الوعي وفي في بالنسبه للناس وكده. العيان احنا 70% من العيان بيجونا في المرحله الثالثه وفي المرحله الرابعه، فالمرحله الرابعه دي اصلا علاج صعب، العلاج اللي احنا بنديه بس بيكون لانه نحسن من معيشه الشخص يعني وتقلل من معاناته. ايوه نقلل من معاناته ويكون عايش بطريقه كويسه من غير الم من غير كده يعني. المرحله الثالثه نفس القصه زي ما قال الدكتور ابو سينا، يعني هي مرحله صعبه النسبه في انه ينتشر فيها المرض بتكون كبيره جدا حتى لو تعملت العمليه. مشاهدة الفاضل ابقوا معنا، نطلع نحن فاصل ونواصل ان شاء الله. سمع العافيه وربنا يدي العافيه كل المرضى في جميع انحاء الارض ويخفف خاصه على مرضى السرطانات. دكتور ابو سينا حنان من مدني بتتكلم عن السرطان ده بيجي لعمر كم؟ يعني عنده عمر محدد؟
خاصة سرطان الثدي. احنا نقول المرأة فوق الأربعين هي أكثر عرضة، لكن ده ما يمنع انه أقل من الأربعين تجاه سرطان ثدي. فبنقول فوق الأربعين لأن النسبة بتزيد، بنقول السيدة تخش في الكشف الدوري والكشف الذاتي. تحت الأربعين نخط الكشف الدوري والذاتي للعياني للسيدات الأكثر عرضة اللي هي عندها تاريخ مرضي في الأسرة. لو جينا نعرف الكشف الذاتي، الكشف الذاتي هو بتقوم به السيدة في بيتها، ما بتحتاج أي عوامل ما أي حاجة مساعدة، يعني مثلا ما فيها حرج ولا تمشي دكتور ولا تدفع قروش دي ولا حاجة. طيب بتثبت يوم في الشهر بتعمل الكشف ده، بتكشف هي في عندنا افلام كثيره عن الكشف والحملات التوعيه بتوري النساء كلها طريقه الكشف الذاتي. كل الملصقات المتعلقه بالكشف الذاتي يجدونها على صفحه البرنامج في الفيسبوك. تمام. فهو هي بتعمل كشف، بتحسس بيدها على كل الثدي والابط، ووقت ما هي تلقى اي من التغيرات بتمشي لاقرب طبيب. الكشف الدوري ده هو عبارة عن كشف دوري بيكون بواسطة إنسان آخر غير السيدة، اللي هو ممكن يكون طبيب، ممكن تكون يعني ممرضة أو داية، أو ممكن ومنه جزء منه هو التصوير بالماموغرافي. الكشف الدوري خلينا نقول لهم يمشوا لطبيبات متوفرة الآن في التخصص، في طبيبات كتار. لأنه إذا كان أنا عندي طالبة في كلية الطب وحصلت المرحلة الثالثة بتتكلم إنه هي بتخجل لو مشت ولاقى الدكتور وشاف، لأنه مسألة حساسة شوية. لكن لو بيجوا، إحنا قصدنا في هذه الحلقة أن نأتي بكم أنتوا أهل الجمل بما حمل، أي نساء لنساء، ما بكون في أي مشكلة، ما في أي حرج يا جماعة الآن. نحن أساس عشان كده التدريب، يعني في الحملات بندرب القابلات. القابلات هم يعني بالذات في 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 في, في الاقاليم وكده، حتى في الخرطوم القابلات اكثر، النساء اكثر عرض انه يمشوا لهم، وفي نفس الوقت ما بكون في حرج بانه بينه وبيناتهم. اتكلمت عن جزء اخلاقي جدا حنان في السؤال الثاني، قالت لو الزوله عرفتوا انتم كاختصاصيين انه الزوله دي في ورم، يكلموها هي ولا يكلموا اسرتها؟ سؤالك انت. بالنسبه لي انا شخصيا الافضل انه المريض يعرف مرضه، يعني بطريقة معينة وطريقة كويسة كده توصل له مرضه وهو في مرحلة ومضاعفاته وكده، لأنه هو من حقه كإنسان، من حقه كمريض إنه يعرف هو عنده شنو نوعية العلاج اللي حياخدها، المضاعفات اللي حتحصل له، يعني احتمال عنده حاجات ذاته في حياته عايز يرتبها وعايز يعملها وكده، فلازم من حق المريض إنه يعرف. لكن الشيء الحاصل حاليا طب كده طوالي عندك صعبة؟ لا ما طب طوالي، بالراحة. النظرة دي صعبة شديد، بالراحة وبطريقة معينة، وخاصة هي أنثى يا جماعة. وهم بالمناسبة أغلبهم أصلا الوحدة لما تصلت بتكون عندها فكرة عن الموضوع، بتكون عارفة أو حاسة إنه هي المرض ده ورم غير حميد. وبعدين يعني أنت لما تقول لها إنه أنا حدخلك مستشفى الذرة وأديك علاجات وكده، معروف في السودان كله إنه مستشفى الذرة ده متخصص. والله يا أخي اسمكم ذاته قاعد يخوف. أيوة. دي واحدة من المشاكل. فهي بتكون عارفة، لكن إحنا بطريقة معينة وعندنا يعني أخصائيين نفسيين وكده ممكن نستعين بهم في إنه توصل التشخيص للمريضة. لكن اللي بيحصل عادة إنه أهل المريض بيدخلوا قبل المريض بيقولوا لك إنه إحنا ما عايزين إنه ما هم يكون عارفين نفسيات بيتهم وزولهم وكده، بيقول لك إحنا ما عايزين يعرف. بعد ذاك الأخصائي النفسي بيقعد مع المريضة وبيقعد مع أهل أقرب ناس للمريضة في إنه التعامل معها يكون كيف، والتعامل مع المرض ومع كده يكون كيف. لكن الأفضل يعني من حاجة أخلاقية إنه المريض يعرف. يعرف. أيوة. طيب الأخوة في الكنترول حيعرضوا لنا صورة عشان تقرب المساحه بينه وبين المشاهدين. دكتور ابو سينا علق على الصور سريع عشان الزمن ما في. دي عباره عن الصوره الاولى دي. احنا دي صوره من اعراض سرطان الثدي، هو احنا نقول في تغير في الحلمه، يعني وهي مشدوده لجوه، يعني الحلمه الان غاطسه لجوه. غاطسه لجوه دي برضو واحده من الحاجات اللي لازم يجيكم الزول. الصوره الثانيه دي عباره عن ورم واضح، التهاب فيه احمرار واضح في الثدي، وحتى بتحس انه في الورم واضح، يعني زي يعني واضح كده بارز في بروز. وطيب قريب الابط هناك مش في حاجه كده ولا ما في حاجه؟ في هاي ايوه، دي برضه واحده من الحاجات اللي بتستدعي انه تمام نشوف ثاني صوره. دي احنا نقول دي واضح، نحن نقول زي البرتقانه بالضبط. انا لو فكرت انه دي برتقاله الان المشاهد ذاته ممكن هي تكون بتحس انه نقاط الجلد كده اخرام زي البرتقانه. دي هي علامه من علامات سرطان الثدي برضه، يعني اذا وصل للمرحله دي معناته ده كلام قطعا انه في ورم. طيب اي دي المرحله الكم ممكن تكون؟
ولا ما بنقدر نحكم عليها؟ طبعا في مجموعه حاجات، مجموعه حاجات مع بعض، فنحن ما بنقدر نحكم، لكن ممكن تكون سكسين الثالثه لانه الورم شكله كبير يعني. وفي تغيرات في الجلد وفي الحلمه في واللون ممكن يكون في التهاب حاصل ممكن احنا نقول الثالثه ممكن يكون الرابعه ما بس احنا برضه التقييم الا بالكشف نشوف صوره ثانيه. دي برضو ورم واضح وفي زي شاد الجلد لو لاحظت انه في زي دم يعني حفره كده. ماذا تشير الاسهم اللي عاملين اسهم في الصوره دي؟ الاسهم ده الورم الواضح ده والشده بتاعت الجلد اللي تحت دي تحس انه زي حفره كده يعني في معناتها هذا الجلد له الورم تحت شاد الجلد تحت يعني دي علامه معينه في الطب. ده برضو احنا الورم واضح ومعاه نفس الفكره بتاعت البيود اورنجيه. تمام، يمكن دي الصور كده أدت المشاهد خلفية مباشرة ونحن كان قصدنا إنه تصل الصور دي حتى ولو كان بمدى صعوبتها. دكتورة نجلاء خلينا نتكلم سريع جدا عن علامات والأعراض. طيب العلامات بالنسبة لسرطان الثدي ظهور كتلة في الثدي، طبعا الكتلة دائما بتبدأ صغيرة حتى يعني السيدة بتقول إنها هي أقل من الليمونة وبعد ذاك زاد، فنحن نتمنى إن هي لما تبدأ أقل من الليمونة دي هي تمشي لأقرب طبيب ليها. هي ممكن تتحسسها بحاجة تعريفها كده؟ بتعرفها. طيب. يعني بتعرفها بالكشف الدوري أو بتعرفها أو هي ممكن تلاحظ إنه في اختلاف بين الثديين في الحجم أو في الشكل، بعد ذاك بتبدأ تتحسس الثدي أو كده وبتحس بالكتلة. كتلة في الثدي أو كتلة في الإبط اللي هي دول الغدد الليمفاوية التابعة للثدي بتظهر فيها برضو تكتلات. الحاجة الثانية تغيير في الجلد زي ما نحن شايفينه هنا، احمرار في الجلد، تغيير في شكل الحلمة تدخل لجوه، أو أحيانا بس بتبدأ بإفرازات من الحلمة، إفرازات الدم أو صديد أو حتى يعني مائية لكن شوية شكلها بيكون أقرب للصديد من إنها موية عادية. الحاجة الثالثة الحلمة ذاتها تدخل لجوه. أحيانا ممكن لما المرض خلاص يكون بقى كبير وكده حتى الجلد يحصل فيه تقرحات فوق محل الورم، يكون في تقرح ظاهر جدا، وفي يعني ما عارفه في صور موجوده لدي ولا لا، لكن يعني غالبا او يعني غالبيه النساء بالذات بيجوا من برا الخرطوم بيجونا بالمرحله دي اللي هو بيكون في تقرحات شديده جدا، حتى الجراح بتكون في مشكله في انه يتعامل معها. ايوه يتعامل معها. بعد ذاك في الاعراض بتاعت الانتشار اللي هي تجي بجحه لو كان في انتشار في الرئه، تجي بتضخم في جهة البطنة اليمنى إذا في انتشار في الكبد أو ألم، تجي في ألم في العظام إذا في انتشار في العظم، وممكن يكون صداع أو زغللة في العيون أو كده إذا كان في انتشار في المخ. نتكلم ونحن في خواتيم هذه الحلقة دكتورة بوسينة طوق النجاة، يعني أهم حاجة لما نتكلم عن سرطان الثدي دارين نتكلم عن الكشف المبكر كورنر ستون. إحنا بنقول سرطان الثدي التوعية الكشف المبكر، الكشف المبكر لسرطان الثدي اللي بيتم ده عن طريق التوعية، عن طريق الحملات، عن طريق كل سيدة ترسل الرسالة. التوعية دي ما بتكون حصرا على الطبيبات او على الحكومة، أو كل سيدة هي حتى إمة الجوامع توعي الناس اللي حوالينا كويس. ونحن قلنا تاني بالنسبة احنا في السودان مختصين. او مختصين بنشوف انه الهدف بتاعنا الكشف الذاتي والكشف الدوري. الكشف الذاتي اللي هو بسيط جدا بتعمله السيدة في بيتها، والكشف الدوري اللي هو بتعمل احنا زي ما قلنا عرفنا هي حتمشي لطبيب او اقرب مركز صحي او كده. فبالكشف الذاتي والكشف الدوري بتجينا المريضة في المراحل الاولى. وتاني احنا الحاجة برضو اللي انت كان عقبت عليها برضو طبيعة المرأة السودانية الخجل، فخجلها بيخليها هي يعني ممكن ما هو يحصل المرحله الثالثه بتكون حاجات واضحه، يعني ما محتاجه انها هي تكشفها بالكشف الذاتي او يعني، فهي ممكن حتى بالمرحله الثالثه ما تيجي تحصل لك المرحله الرابعه. فاحنا بنقول انه يعني السيده ما تخجل لانها هي ام، واحنا دايرين ام صحيحه ومعافيه، وبيجت في كميه من السيدات الجراحات واخصائيات الاورام وكل ذلك، فهي حتى لما تعرض على روحها على رجل فبتوفر كميه من الطبيبات اللي ممكن تعرض روحها عليهم. وهل في جهات مختصه الان تقدم هذه التوعيه؟ وانت كناشطه الان واحده وكثير من الجمعيات قاعدين نسمع بها؟ كل التوعيه هي عن طريق جمعيات خيريه، بنشتغل حملات، انا بكون اسف اشتغلنا يعني كل سنه في اكتوبر بنشتغل حملات، بتكون حملات في العاصمه القوميه وفي اقاليم.
وعندنا في جمعيه وليده هي جمعيه للكشف المبكر سرطان الثدي، جمعيه اللي هي الجمعيه السودانيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي. احنا بنحياها وبنحيي جميع اعضاء والغايمين على امرها. ادينا خلفيه عنها. الجمعيه دي هي جمعيه وليده تكونت من كل الناس اللي عندهم حامين بسرطان الثدي، اللي هي تكون من طبيبات، اطباء، اعلاميين، جراحين، اخصائيين اشعه، ممرضات، كل اللي عندهم عناية، يعني عندهم شايلهم هم سرطان الثدي. هم تكونوا في مجموعه حاليا وهي جمعيه في طور التسجيل، والهدف منها الكشف المبكر. الهدف من الجمعيه انها كل سيده لو هي لا قدر الله اصيبت بسرطان تصل في المراحل الاولى. فنتمنى ان الجمعيه يعني تلقى النجاح ونقدر نوصل الخدمه لكل السيدات في في في, في الوطن العزيز. يعني احنا قدمنا مبادره من جامعه افريقيا العالميه باسم الحمله او الحمله القوميه للتوعيه بسرطان الثدي، وكانت مشرف عليها دكتوره هند مامون بحيري، وتعثر التوصل لديها. يبدو انه في مشكله في الشبكه، لكن ستكون معنا في الحلقه القادمه ان شاء الله ضيف عبر الهاتف. رساله اخيره دكتوره نجلاء، بالنسبه لي في نتكلم لسه نحن في اطار التوعيه، نتكلم عن الكشف الدوري، يعني الزول اللي وجد بيعملوا لها شنو؟ عشان الناس ذات يكونوا فاهمين وتمشي وين. طيب الكشف الدوري اللي هو بيدعمل للنساء فوق سن الأربعين زي ما قال دكتوره بسينه، او للنساء تحت سن الأربعين وعندهم المرض وراثه مثلا في الاسره القريبه او الاسره البعيده، دي قبل سن الأربعين مفروض تعمل الكشف الدوري. الكشف الدوري بيدعمل بالنسبة للنساء قبل من سن الأربعين، بيدعمل لهم الموجات الصوتية، طبعا الكشف السريري والموجات الصوتية. بالنسبة للنساء فوق سن الأربعين بيدعمل لهم الكشف السريري والموجات الصوتية والماموغرافي أو اللي هو الأشعة للثدي، بيدعمل مرة في السنة، حاجة بسيطة وسهلة. وأنا بتمنى إنه التوعية عن لسرطان الثدي وأورامه تكون يعني في بلدنا هنا في كل شهور السنة، ما تكون مرتبطة بشهر أكتوبر، لأنه نحن النسبة عندنا عالية والنسبة اللي بتجينا متأخرة عالية برضو، فمحتاجين شغل أكتر في موضوع التوعية، ما يكون مرتبط بشهر يعني واحد. يعني نتكلم بالأرقام عشان ما نعمم، النسبة كم يعني بالضبط؟ 70% من الحالات أو احتمال تكون أكثر من 70% بيجينا في المرحلة الثالثة والرابعة. لا 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 ده اللي جوكم، لكن نسبة السودانيات المصابات 25% من الأمراض اللي بتصيب النساء سرطان الثدي. نحن يعني هسي في الزر الإحصاءات موجودة، ممكن يعني نحن في العيادة المحولة عندنا الحالات الجديدة ما ممكن أشوف فيها مثلا 20-25 حالة جديدة يوميا، 30 حالة جديدة يوميا، يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع. ده اللي بنشوفه نحن في الوحدة اللي هي بقت حاليا متخصصة عن أمراض الثدي. فالنسبة كبيرة، نسبة كبيرة، والغالبية بتجي متأخرة. متأخرة دي أكبر مشكلة بتواجهكم. أيوة. فنحن محتاجين إنه التوعية ريت لو تكون كل السنة ما بس في شهر أكتوبر، عشان تجيب فايدة، لأنه لو الناس بس عملت التوعية في شهر أكتوبر بعد داخل على السنة القصة فبيرجعوا، يعني النسوان عايزين كثرة التكرار. دكتور أبو سينا، يعتقد الكثير أن عمل الأشعة كثيرا بسبب الكشف الدوري يسبب سرطان في حد ذاته؟ الصورة بتاعت الماموغرافي دي هي كمية الأشعة اللي فيها هي أشعة بسيطة جدا جدا، أقل من الأشعة بتاعت صورة الأشعة العادية بتاعت صورة الأشعة البشرية للصدر، أقل شديد، فهي ذاتها كجرعة هي بسيطة وما بتأثر وما بتسبب سرطان، وبتعملها سيدة مرة واحدة في السنة، وحتى لو تكررت ما هي عندها تأثير أو هي يعني مسببة للسرطان. يعني مسألة الفحص مرة في السنة ما في إشكالية. هاي. في كثيرة من المفاهيم الخاطئة اللي هي طبعا الحلقة هي ما حتكفينا. دي إلا نحن، ولأنه الآن مخرج البرنامج ومنتج البرنامج يعلنوا عن انتهاء وقت البرنامج، لكن بما انه الحلقه دي كانت دسمه وغيمه والمستفيدين منها كثر، نحن نوعد المشاهدين وتوعدون انتم ذات ربنا احيانا الجمعه القادمه نكون في ذات الزمان والمكان ان شاء الله. اذا مشاهدينا الافاضل المستمعين الاكارم، نشكر كل الذين شاركوا في الاستطلاع، كما نحيي جنود مجهولين يقفون خلف الكاميرات وخلف الكواليس جعلوا هذه الحلقه أن تنال إعجابكم، نأمل أن تشملهم بالدعاء. في الختام لا يسعني أشكر ضيفتي داخل الاستوديو دكتورة بثينة استشارة الجراحة العامة وجراحة الثدي، كما أشكر دكتورة نجلاء استشارية الأورام بمستشفى الزرة. في ذات المكان والمكان نلتقي الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.